السلام عليكم يا شباب. احنا دلوقتي في معرض انترسيك شركة بن علي. البشمهندس ان شاء الله هيعرفنا على الشركة، هيدينا بريف سريع وعن البرودكت بتاعهم النهاردة. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله. احنا اليوم في معرض الانترسيك مقدمين كاميرا بولز، عمود كاميرات، في نفس الوقت عمود للإنارة. ميزة هذا العمود، أول شيء هذا العمود معتمد في جميع مشاريع أرامكو. طيب، ميزة هذا العمود أول شيء إنه سيفتي، اثنين مقاوم للاهتزازات، ثلاثة تلت ينزل وقت الصيانة خلال 6 دقائق فقط لعمل الصيانة. حنا نقدم الأعمدة هذه من متر إلى 15 متر حسب، وعندنا كذا تقريبا 30 إلى 40 نوع من الأعمدة المتحركة. فبالتالي كل ما هو مطلوب إنه أي كلاينت يطلب من عندنا إنكوايري، نطلب منه الداتا شيت أو الإكوبمنت اللي راح يركبها على العمود. وفي نفس الوقت إحنا صار لنا الآن أكثر من 17 سنة شغالين في مشاريع أرامكو، جميع مواقع أرامكو. طيب، الحمد لله مشاكل ما في، تكاد زيرو. القطاعات المطلوبة من عندنا هي قطاعات النفط والغاز وشركات الجي فيز اللي موجودة في أرامكو. طيب، بالإضافة إلى أنه يعتمد على نوع الكابينة اللي عندنا، جميعا عندنا كابينة أرضية موجودة هنا بالصورة. إذا في في أشياء أو الإكوبمنت مراد محتفظ فيها تحت أعمدة الكاميرات، عندنا في نفس الوقت نقدم كابينة كبيرة مقاسها كبير بحيث تتسع عن نوعية متطلبات البروجكت، بالإضافة إلى أعمدة ديكورية للمناطق يعني الفانتاستينج يعني، ولا المناطق اللي فيها لكشري اريا، مثلا كومباوند، حديقة، منطقة يعني من رويال لوكيشن، حاجة زي كذا. فعملية الطلوع عملية الطلوع نزول العمود سهلة جدا جدا، فقط من 5 إلى 6 دقائق، و اي واحد يقدر ينفذها بكل سهولة، ما تحتاج جهد ولا تعب. اثنين، هذا الونش، هذا بورتبل، هذا الونش يعتبر بورتبل. هذا احنا الستاندر حقنا انه لكل مثلا 10 أعمدة ونش واحد يقدر يخدم 10 أعمدة. هذا الونش يعتبر بورتبل، فقط يحفظ في الستور، فقط وقت الصيانة يجيبوا العامل أو يجيبوا الفني ويركبوا، احنا نجهز المكان بالبراكت للونش. طيب، وفي نفس الوقت نجهز كل البراكتات المطلوبة، سواء كان للكاميرا اللي انت you have to share with us the data sheet عشان نعرف الكاميرا ونعرف وزنها على اساس نختار العمود المناسب اللي يتحمل الكاميرا حقك. فهذه هي باختصار. إضافة إلى ثاني أخيرا أنه العمود هذا مضمون، يعني سنة، سنتين، ثلاث، أربع، ممكن أعطيك إلى 5 سنوات. والله الحمد لحد الحين تقريبا شغالين صار لنا أكثر من 17 سنة، ما عندنا أي مشاكل، تكاد الملاحظات زيرو، يعني كومنتس. فهذه يعني مجرد نبدأ مختصرة وتفاصيل اكثر. بالاضافه الى عندنا ترى كابينت، هذه الكابينت اللي تحت فيها مواصفات طيبه موجوده في الكتالوج، ان شاء الله حنرسله للدكتور. وبالتالي احنا زودنا فيها، هذا الكابينت موجوده في استاد الملك عبد الله في جده، فيها مواصفات محدده وفيها مواصفات جيده، اوت دور كابينت تعتبر هذه، ومقاومة لجميع الأنواع، الصدى والكروجن وإلى آخره. نفس الشيء بالنسبة للعمود، على فكرة العمود هذا مدهون ب galvanizing اسمه hot deep galvanize، معتمد من third party international inspection bodies مع شهادات
بالإضافة إلى إحنا نوفر لأي client certificate of conformity that will approve this product is a UK product, it's not from somewhere else. بعدين مع الماتيريالز نقدم الشهادات اللي هي MTS كل المطلوب. Finally, I would like to say إنه حنا نقدم solution from A to Z. يعني بمعنى بعد احنا بعد ما نورد المواد للموقع احنا ما نسيب المقاول ينفذ على راسه من راسه، يعني اي شيء تعال تنفيذ اي كلام، ما عندنا الكلام هذا. احنا نعطيه فل دروينج، نقول للمقاول هذه الخطه نفذها في السايد لكل عمود، انه يحفر بطول بعرض بعمق معين، لانه العمود حقنا نعرفين مواصفاته. اذا كان طوله 5 متر او 7 متر كل واحد الفاونديشن حقه مختلف عن الثاني. فهذا باختصار يعني، وان شاء الله نحن ان شاء الله تشرفنا فيكم، والف شكر لشركه بن علي وشكرا ليك يا باشمهندس، وان شاء الله نشوفكم في معارض ثانيه وان شاء الله حاضرين اي حاجه اي استفسارات. بارك الله فيكم، شكرا شكرا، الله يعطيك الف عافيه.